طيب خلونا نعرف اكتر من دكتوره ريهام غلاب، المدير التنفيذي لمبادره 100 مليون صح. مساء الخير يا دكتوره. ازاي حضرتك يا استاذ خالد؟ وازاي حضرتك يا استاذه اهلا رنا؟ اهلا وسهلا بيك يا دكتوره، كل سنه طيبه. وحضرتك طيبه. استاذ خالد، حلم حضرتك حقيقه، احنا مش هنمشي اهو كويس. ومش هنخلص غير لما ان شاء الله باذن الله تكون من نوال التامين الصحي الشامل، اللي كل الخدمات الصحيه اللي بيحتاجها المواطن المصري اخذها، وبناخد قراراتنا بعد كده على اسس علميه صحيحه وعلى اساس علمي، يكون على اساس توزيع الامراض والاحتياج الفعلي للخدمه الصحيه اللي موجوده. تمام. بالنسبه ل 100 مليون صحه، دخل تحتيها مبادرات ثانيه كتير، وهنبدا المكملين باذن الله. وتعليمات معالي الوزيره النهارده ان احنا هنمد الحمله مش بس من النهارده 30 ابريل، لا، هنستمر كامل قوتنا لغايه 5/5، وباذن الله تعالى هنستمر كمان لغايه ديسمبر 2019 في 305 نقطة كل المواطنين يقدروا يعرفوها من خلال الويب سايت بتاعنا، هنقدم فيها الخدمة بالإضافة إلى المطارات والموانئ. ومش بس بنعالج يا أستاذ خالد زي ما قلت حضرتك، ومستمرين في مراكز الإحالة للأمراض غير السارية، ال 302 مركز موجودين مستمرين في تقديم الخدمات بالإجراءات الاستثنائية لصالح المواطن وصرف التحاليل والعلاج بالمجان. ومش بس كده، هتلاقونا في كل المطارات والمواني لغايه 2019 عشان المصريين قاعدين في الخارج يعرفوا قد ايه لما ينزلوا البلد بتوفر لهم هذه الخدمه. ومش بنعالج بس، انا كمان بحفر في الصخر اللي هو بغير التوعيه وتوعيه الامراض واللايف ستايل بتاع المصريين، وهتكون بشكل جديد كمان برمضان، ازاي ناكل وازاي نشرب وازاي نعيش في الشوارع وفي التلفزيون. يا دكتوره ريهام، احنا في مصر يعني لا معلش، واحدة واحدة عليا برضو عشان ندي لكل واحد حقه. الأول سلمينا واحدة واحدة كده. نمرة واحد، إن عندك داتابيز، عندك قاعدة بيانات يعني هي تاريخية في صحة المصريين وفي تاريخ المصريين دلوقتي، صح؟ تمام. كم مليون بقى وصلنا دلوقتي؟ احنا دلوقتي وصلنا يعني بنقرب لل 50 مليون في 100 مليون صحة فوق 18 سنة، وأكثر 3.5 مليون طالب في الثانوية والفنية والأزهرية. أيوه. يعني تقريبا اكثر من 250.5 مليون مواطن مصري تم مسحه بفيروس سي وامراض غير الساريه ال 50 مليون. ولكن عندنا كمان حمله الانيميا وسن تقزم الاطفال من سن 6 ل 12 سنه، عندنا 12.5 مليون طفل تم مسحه. يعني بنتكلم كده تقريبا في 60 مليون وشويه. لو هنتكلم على فيروس سي 52 مليون ونص، ولا هنتكلم على الامراض لا انا بس، ما هو ده سؤالي، لما بيجي بقى يكشف مش بيبقى دخل بالرقم القومي، فانا عندي فايل بتاعه. انا عندي الفايل بالرقم القومي لكل مواطن موجود دلوقتي عليه، كان عنده فيروس سي ولا لا، عنده ضغط ولا سكر ولا لا. وكمان عندي 456 الف فايل لمرضى السكر والضغط متسجل عليهم، كل زياراتهم بتحاليلهم بعلاجهم موجود بالرقم القومي بتاعهم، يقدروا يفتحوه من اي حته في المواطن. عظيم. طيب دلوقتي انا اقدر اقول كده في دوله من دول العالم الثالث زي مصر ان انا قدرت. انتوا ابتديتوا امتى يا دكتوره؟ قدرت ان انا اعالج كل دول، اولا امسحهم طبيا واشوف اذا كان عندهم الفيروس ولا لا، وان انا اعالجهم كلهم في المده الزمنيه الصغيره دي، اقدر اقول كده دلوقتي؟ احنا طبعا ده موجود، ده امر واقع، ده حصل في دوله باذن الله مش هتكون من دول العالم الثالث، بايدينا باذن الله هتكون من الدول المتقدمه واليونيك في الخدمات دي. الدول دلوقتي هي بتسالنا عملنا ده ازاي وبنقل تجربتنا زي ما حضرتك قلت في الدول الافريقيه. فخلينا دايما واحنا بنتكلم، خلاص زي ما حضرتك قلت وزاره الصحه بقياده معالي الوزيره عمل ما حصلش في وزاره الصحه قبل كده، ما حصلش في التاريخ اصلا قبل كده. فاحنا نقدر نعمل الحمد لله اي حاجه وكل حاجه، ما كناش هنقدر نعمل ده لولا دعم معالي الوزيره الصراحه. صحيح. يعني احنا بنتكلم برضو على الناس اللي على الارض، الناس على الارض اللي هم منا تحيه كبيره جدا. طيب هنيجي بقى بعد كده، انا كمواطن مصري سواء السنه دي السنه اللي بعدها السنه اللي بعدها، اصبح اقرار من الدوله ان لو حضرتك عندك اي نوع من هذه الامراض تعال اتفضل اتقدم لنا هنعالجك بالمجان. تمام يا فندم. احنا دلوقتي مسحنا سنه 18 سنه فيما فوق، مسحنا الثانويه العامه فيما فوق، وهننزل كمان الاعداديه، فبالتالي احنا خدنا كل الفئات العمريه المهدده بالاصابه وعالجناها، فاحنا كلنا كشفنا مره واحده وتعالجنا مره واحده، ودي خطوه لاعلام مصر خاليه من فيروس سي. بالنسبه للامراض غير الساريه، فاحنا عندنا دلوقتي التوعيه والعلاج، مراكز العلاج والعلاج بيتصرف مجانا، فبالتالي بنقلل الهدف الاستراتيجي بتاعنا الوفيات والمضاعفات الناتجه عن الامراض غير الساريه. فاحنا يعني واخدنا كمان قرارات في تطبيق التامين الصحي الشامل، هحط كام عياده هنا، هعمل كام قسطره هنا، هعمل كام مستشفى قلب هنا او
المواطنين علشان احافظ عليهم من مضاعفات هذه الامراض. ممكن اطلب منك طلب يا دكتوره ريهام؟ أؤمر يا استاذ هاشم. ممكن تعمل لنا سي دي عليه اسماء من اول سواق الاسعاف باسمه وصورته لحد صوره الوزيره، تعمل لنا سي دي عليه اسمه وصورته لكل اللي اشترك في هذا الكلام طوال السنتين اللي فاتوا؟ طوال الحقيقه من 1 سبتمبر في التخطيط ل 1 اكتوبر، ثم من 1 اكتوبر حتى الان كل اللي شارك فعليا في المبادره هم العاملين في وزاره الصحه. ممكن بعد اذنك تعمل لنا اسطوانه تبعتيها للاعلام فيها اسمائهم وصورهم والناس اللي بتنزل على الارض وفيديوهات قد ايه الاماكن النائيه اللي كانوا بيروحوها وازاي كانوا بيقعدوا عدد ساعات عمل؟ لو سمحتي احنا مديونين لدول ان احنا لازم نرجع لهم حقهم. حاضر طبعا. اولا حقهم احنا طبعا ده رقم واحد. رقم اتنين احنا ما نقدرش نوفيهم حقهم. رقم ثلاثة انا كان عندي نماذج يا استاذ خالد تكتب بطولات. انا عندي مدخل بيانات اسمه مينا في الاسماعيليه. مدخل البيانات ده عيب خلقي فيه ان هو بدون ذراعين اصر الاشتراك في الحمله وكان بيدخل بيانات. اسرع مدخل بيانات في الحمله كان هو بدون ذراعين برجليه. اسرع واحد هو؟ اسرع واحد في الحمله هو. انا يعني الرائدات البكريات اللي كانوا بينزلوا المزارعين كلاسي في الالياف وفي المدن وكانوا كمان بياخدوا المراكب في بحيره المنزله للصيادين في قلب البحر عشان يحللوا لهم ويطمنوا عليهم. انا عايز اقول لحضرتك اللي حصل ده يفوق انجازات. يعني احنا لو قعدنا نكتب في مجلدات مش في دي يا استاذ خالد. وزاره الصحه بابنائها يعني فصلت تاريخ جديد تقول فيه ان فعلا وزاره الصحه بالعاملين فيها على اعلى مستوى حضرتك تتخيله تدي خدمه سريعه مجانيه ذات جوده عاليه حقيقيه. ما حدش اشتكى ولو حتى يعني ال 50 مليون ال 52 مليون اللي فحصوا حضرتكم شفتوا الحاجه السائده ان المواطنين بيشكروا وبينزلوا وبيشاركوا. انت عارف الشعب المصري لو حاجه مش عاجباهم عمرهم ما كانوا هيشاركوا. صح. عشان كده الشعب المصري هو سبب نجاح 100 مليون صحه. تحيا مصر يا دكتوره ريهام. صح يا مصر 3 مرات. طيب بشكرك شكرا جزيلا.